مساء الخير. ماذا يعني أن تعلن الدولة في مصر عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة؟ إيه هدف الدولة؟ من يستفيد؟ من يتضرر؟ وليه الجيش دخل في القطاعات المدنية بالأساس؟ لماذا يريد التخارج الآن؟ هذه الأسئلة هي محور حلقة اليوم، وأكيد السؤال الأول والمحوري: هل الدولة جادة في طرح شركات الجيش في سوق المال؟ والحقيقة الإجابة على لسان رئيس الدولة نعم. طب السؤال الأهم هو إيه هدف الدولة من طرح شركات تابعة للجيش؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده بتخلينا نرجع للقصة من الأول، والقصة من الأول بتقول إن الجيش لم يكن نشطاً في القطاعات المدنية من البداية، ولكن في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات رأى قادة الجيش ضرورة أن يقيم مصانع توفر احتياجات جنوده وضباطه، فإذا كانوا محتاجين ملابس يصنع الملابس، إذا كانوا محتاجين أغذية يصنع الأغذية، بحيث أنه هو يكون قادر على توفير ما يريد في الوقت الذي يريد بعيدا عن أعين الآخرين. ما كانش فيه مشكلة في هذا التوجه، لكن مع الوقت زاد نشاط الجيش في أنشطة خارج هذا الاحتياجات، احتياجات ضباطه وجنوده، وزاد النشاط جدا بعد أحداث 25 يناير والاضطراب 2011 يعني، والاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في مصر. وبقينا قدام موقفين من زيادة نشاط الجيش في القطاعات المدنية: توجه بينتقد هذا التغول من جانب القوات المسلحة على الأنشطة المدنية، وتوجه آخر بيبارك ويؤيد. التوجه اللي بينتقد بيشوف أنه ليس هناك ما يبرر أن ينشط الجيش في أنشطة هي بالأساس يجب أن يقوم بها المدنيين ويقوم بها المواطن العادي، لا منطق أو لا يوجد وجهة نظر أو مبرر أن ينشط الجيش في بناء مساكن للمواطنين أو يعمل مزارع أسماك أو إلى آخره يعني، وأن ده بيضرب النشاط الاقتصادي أو عصب النشاط الاقتصادي وهو القطاع الخاص. وزي ما كان بيقول بعض المستثمرين، مصر ظلت تعاني من مشاكل استثمارية كثيرة زي البيروقراطية مثلا، لكن أضيف لعوائق الاستثمار في السنوات الأخيرة مزاحمة الجيش للقطاع الخاص. التوجه الآخر أو الطرف الآخر اللي بيبارك هذه الخطوة كان بيشوف أن توجه الدولة أو اعتماد الدولة على الجيش كان يعني inevitable أو لا مفر منه. ليه؟ بيقولوا وفقا لهذا التوجه يعني، أو الطرف اللي شايف أنه نشاط الجيش مقبول، أنه بعد 11 بعد سنة 2011 25 يناير 2011 سادت اضطرابات أمنية وسياسية، بحيث أنه المستثمرين كان هناك عزوف من المستثمرين المحليين والأجانب عن الدخول لمصر في هذه المرحلة. علشان الدولة تعمل مشروعاتها الطموحة اللي هي بدأت فيها كان قدامها اختيار من اتنين: الاختيار الأولان انها تعتمد على شركات الحكومة او القطاع الأعمال، الشركات التابعة للدولة، لكن هذه الشركات بتعاني من مشكلات منذ عشرات السنوات وهي غير قادرة على القيام بهذه المهام. يبقى لم يتبقى امام الدولة الا الاعتماد على أهم وأقوى مؤسسات وأكثرها نجاحاً وانضباطاً وهي الجيش، وقد كان. لكن المعارض والمؤيد يرى أن الاعتماد على الجيش في القيام بأنشطة ومشروعات مدنية أن يتوقف الآن، لأن الأوضاع قد استقرت وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مر عليه أكثر من 3 سنوات، يبقى حان الوقت واستقرت الأوضاع أمنياً كمان أنه يتوقف الجيش عن العمل في النشاط المدني ويترك مال المدنيين للمدنيين. في هذا الإطار وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كانت أعلنت عنه الدولة في نوفمبر 2016 بتأتي خطوة إعلان الدولة عن طرح بعض شركات الجيش. الدولة أساساً عندها توجه عام أن تطرح مجموعة من الشركات الناجحة المملوكة للدولة، وشركات الجيش جزء من الشركات المملوكة للدولة، ففي الإطار ده نقدر نفهم سبب توجه أو إعلان الدولة عن طرح بعض هذه الشركات. بالمناسبة، وحجم اقتصاد الجيش قد إيه؟
السؤال ده مفيش إجابة دقيقة عليه، لأنه حتى تعريف اقتصاد الجيش أو الشركات المملوكة للجيش مسألة محتاجة مش محل اتفاق، لكن على الأقل تقدير رئيس الدولة أنه الشركات التابعة للجيش بتمثل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. طيب السؤال الثاني، هل هذا التوجه اللي هو طرح شركات الجيش للبورصة بيمثل تغيير جوهري؟ الإجابة نعم، بيمثل تغيير جوهري في توجه الدولة اللي بتعتمد على الجيش بشكل رئيسي منذ 7 سنوات، وتغيير جوهري أيضا بالنسبة للشركات التي يديرها العسكريين. دي لأول مرة هيجدوا نفسهم بيدوروا شركات بالشراكة مع مدنيين مع اختلاف العالمين. عشان تعرفوا قد إيه الخطوة دي خطوة يعني بتحمل تغيير جوهري، لازم نعرف عملية الطرح في البورصة بتتم إزاي. أنا سألت بعض الخبراء إخواننا إيه أهم الخطوات اللي مشتركة في طرح أي شركة في البورصة، فكان منهم الأستاذ حسين الصوالحي اللي قال لي 3 خطوات أساسية. الخطوة الأولانية أنك تعمل عملية تقييم، عملية إعادة هيكلة للشركة فنية وإدارية ومالية، ثم إعادة تقييم، ثم خطوة القيد في البورصة والترويج. الخطوات دي تبدو خطوات رؤوس أقلام بسيطة، لكن كل خطوة منهم بتؤدي إلى تغييرات جوهرية في الشركة. والهدف من الخطوات الثلاث هو التأكد من عدة أمور، منها أن قيمة الشركة التي تطرح في البورصة يعني سعر السهم عادل وليس فيه خداع ولا غبن. الأمر الثاني أن مجلس إدارة الشركة الجديد سوف يدير الشركة بأفضل قدر ممكن من النزاهة والكفاءة وتحت أجهزة مراقبة كثيرة، بحيث أنه يعظم العائد على الشركة ويعظم أرباح المساهمين. الأمثلة على مسألة التغيير كثيرة جدا. يعني أنت لما بتيجي تعمل مجلس إدارة جديد، مجلس الإدارة ده اللي كان بيمثل الجيش بس أو الدولة بس أو الشركة العائلية بس اللي بتملك الشركة، لا، هيتسع بحيث يمثل فيه الملاك الجدد، وهيكون فيه وفقا لضوابط الحوكمة والشفافية والإفصاح، هيكون فيه ممثلين من أصحاب الخبرة، هيكون فيه أعضاء من المستقلين، هيكون بيخضع إلى ضوابط ورقابة من جهات متعددة من داخل الشركة ومن خارج الشركة. طيب عملية الفحص النافي للجهالة اللي هتقوم بها جهة محايدة هتتأكد من الاطلاع على كل دفاتر الشركة، كل أسرارها، كل أرقامها تكون مفتوحة قدامها. هتدخل الشركة هتفحص خطوط الإنتاج، هتفحص المخازن، هتتأكد من الوضع القانوني للشركة، هتتأكد من أوضاع العمالة. يعني مثلا في حالة الجيش هيكون هناك عدة علامات استفهام على أوضاع المجندين إن وجدوا، اللي بيعملوا بأجر منخفض أو بدون أجر. طب وده يفرق مع إيه مع المستثمر؟ يعني قيمته إيه؟ ده المفروض أنه حاجة إيجابية، حاجة إيجابية لو استمر. لكن أي مستثمر عاوز يعرف وبياخد قراره بالاستثمار، هل أشتري الشركة النهاردة على أن هناك عمالة كثيرة رخيصة ثم أكتشف أن هذا وضع لن يستمر؟ أخد قراري الاستثماري بناء على إيه؟ وهكذا. في النهاية الخطوات اللي أنا قلتها كلها بتؤدي إلى تغيير جوهري بعد انتقال الشركة من ملكية صاحبها إذا كان جيش أو دولة إلى ملكية عامة في البورصة. ماذا يترتب على عملية إدراج الشركة في البورصة؟ يترتب أمور كثيرة جدا، خلاصتها تغيير في الأهداف وتغيير في الوسائل فضلا عن شكل الملكية الجديد. التغيير في الأهداف إنه الشركة، أي شركة مطروحة في البورصة، هدفها الأساسي هو تعظيم الأرباح وزيادة العوائد على المساهمين، وده مش هو بالضرورة الهدف الأساسي للشركات اللي بتملكها الدولة أو بيملكها الجيش. شركة الدولة يجب، يعني من الجيد إن هي تربح ومطلوب إن هي تربح، لكن مش بالضرورة إن شركات الدولة يكون هدفها الربح. ممكن الدولة تدير شركات بتنتج سلع استراتيجية أو سلع مهمة، لأن هذا يمثل حاجة مهمة للأمن القومي للبلد أو ضرورة لاقتصاد البلد، ولا تحقق أرباح فتضحي بالأرباح من أجل مصالح عليا. الكلام ده لا يناسب أي شركة مطروحة في البورصة. الهدف من البورصة مرة تانية وثالثة هو زيادة الأرباح وتعظيم العائد على المستثمرين. هذا من حيث الأهداف.
من حيث الوسائل كل خطوة وكل قرار هتاخده الشركة هيكون خاضع لقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة. كل شيء له شكل مؤسسي، لا يمكن مثلا ترسية أي عطاء يعني أو مناقصة على أي طرف بالأمر المباشر، لكن لازم تاخد كل الإجراءات. طيب، هل هذه المسألة تمثل تحدي؟ طبعا تمثل تحدي كبير، لأنه شركات الجيش اللي كتير منها بيتمتع بالكفاءة والانضباط والسرعة بتخضع لثقافة الجيش اللي فيها التسلسل الهرمي الهيراركيكال كده، يعني وضع هرمي من القائد الأعلى للقائد الأقل اللي بيعطي الأوامر لمن دونه أو الانفيريرز بتوعه موظفيه، وعليهم السمع والطاعة دون نقاش. هذا أمر سوف يختلف. أي حد حضر جمعيات عمومية بيعرف أنه ممكن مستثمر صغير عنده سهم أو اثنين أو ثلاثة بيحاسب رئيس مجلس الإدارة حسابا عسيرا على ما فعل أو على ما لم يفعل. فهل الجيش إن احتفظ بالإدارة في الشركات اللي هيطرحها هيتقبل هذا المناخ الجديد؟ هل هيكون عنده قدرة على التأقلم؟ ولا هو بالأساس سوف يترك الإدارة للملاك الجدد؟ دي مسائل تحتاج إلى إجابة. الحقيقة ده بياخدنا للسؤال الأخير، وهو هل هذه الخطوة هي بتعكس، يعني هل هذه الخطوة بتصب في صالح المستثمر اللي ممكن يشتري الشركات وتعود بالإجابة على الاقتصاد القومي؟ الحقيقة ده سؤال عام، والإجابة العامة نعم، لكن الإجابة الأدق بتخضع للتفاصيل، زي ما بيقول الدكتور أحمد جلال الاقتصاد المصري المرموق اللي بيقول لا يوجد توجه سليم على إطلاقه ولا توجه فاسد على إطلاقه، لكن التفاصيل هي اللي تخلينا نحكم الخطوة دي هتبقى ممتازة ولا يعوء ولا معيبة. والتفاصيل دي كثيرة جدا، يعني ماذا سوف يطرح، كم نسبة ما سوف يطرحه من هذه الشركات، هيطرحه لمين وكم. يعني مثلا شركات الجيش كتيرة، يطرح شركات كاسبة ولا شركات خاسرة؟ طيب هيطرح منها نسبة قد ايه؟ نسبة 20-30% فيحتفظ بالإدارة، ما يعني ان تغير شكل الملكية لكن تبقى الشركات كما هي دون فرصة للوافدين الجدد ان هم يغيروا او يملكوا القدرة على إدارة الشركة والتدخل فيها، ولا هيترك ولا هيخصخص، أو يعني هيطرح 100% من الشركة وبالتالي يبقى تخارج تماما، ويبقى ده تقريبا يعني بيترك المساحة كاملة للمستثمرين المدنيين، ولا هيترك نسبة أغلبية، يعني احتفظ هو بنسبة يعني نسبة الطرح اللي هيطرح الجيش هتفرق كتير جدا في ان احنا نفهم هو توجهه في اي اتجاه. ما فيش شك هو هيطرح لمين، انه ممكن الجيش يطرح نسبة اغلبية يطرح 70% مثلا، لكن يطرحها على مستثمرين او كتلة من المساهمين اللي هم الافراد المبعثرة، وبالتالي يبقى هو عنده 30% لكن ايضا عنده القدرة على الادارة والسيطرة على قرارات الشركة. يبقى احنا ما عملناش تغيير كبير كتير. كل الاسئلة دي اسئلة مهمة هتخلينا نقدر نحكم على قرار طرح كل شركة على حدة، وده أمر يحتاج أن ننتظر ونرى. أشكركم وإلى اللقاء.